السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم يا الله أقرب. يقول كاتب معاصر في قضية الثقافة والمثقف والمثاقفة، يقول: هذه الثقافة بشكل وبآخر هي تعبير واضح عن وعي الأمة، وعي الإنسان. هل الوعي من اللغة؟ اللغة من الوعي. ثم هذا الكائن الذي يقال فيه هامشي وللأسف المسمى مثقف، هذا الكائن هو المنخرط بطريقة وبأخرى في إنتاج الوعي. يقول كاتب آخر: يعمد المسلمون في قضية إحراق أعواد البخور على موتاهم. نسأل: عملية إحراق أعواد البخور هي ثقافة سائدة في بلد ما، لكن لماذا تحرق هذه الأعواد؟ هذا هو المثقف، الكائن المتسائل بامتياز. قالوا عنه كائن هامشي لا يعيش إلا في الكتب، لا يعيش إلا في الحبر، لكن كتابات بلا حب، كتابات بلا عشق، كتابات بلا جمال، هي كتابات بلا حبر. لماذا يكتب؟ لماذا يكتب وعن من يكتب؟ والمصائب ما زالت تتلى الواحدة تلو الأخرى. إشكاليات كبيرة في حلقة اليوم مع الكاتب العراقي الأستاذ جمعة عبد الله. سيد جمعة عبد الله، تحية طيبة والسلام عليكم. حياك الله أستاذ مي، شكرا. مرحبا بك. مرحبا بكم جميعا. هل ترتضي هذه التهمة، المثقف هذا الكائن الهامشي المبعد المعزول، هذا الكائن الذي لا يعيش إلا في الكتب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. شكرا جزيلا لك شخصيا. شكرا حضرتك. والأخوة في الكادر، وأسألك أنا أولا، من أين ينبع نهر المجازات لديك هذا؟ اللهم يحفظ أنت وهذا التدفق، يعني أستاذنا والله، فعلي أن أجمع الشتات. اللهم يحفظ سلمك. التعريف المثقف حسب الثقافة التي تسود في هذا البلد أو ذاك، بحسب النتاج أو التبلور الحضاري لأمة من الأمم. الأمم الكاملة، أو هذا المصطلح، الأمم المكتملة التي دخلت عصر الصناعي والعقدية الاجتماعية والنظام الديمقراطي ونظام حقوق الإنسان، المثقف لديه سند اللي هو الطبقة الوسطى، ولديه سند مؤسسات الدولة. كائن غريب يختلف عن ليس الناس، ليس غريب. بصمة المثقف، نعم، بصمة جينية، بصمة بيولوجية، يعني الأم حبلى بإنتاج أكثر من شخصية، لكن المثقف قادم من منطقة أخرى رمادية جدا. هذه مهمة المثقف كما يقول شومسكي، هي كشف اللثام وكشف الغطاء عن الرماديات. عن الرماديات، نعم. ويقول شومسكي دائما، يقول أنه على المثقفين أن يثبتوا أولا معناهم، أن يثبتوا معناهم أولا. وإثبات المعنى الثقافي للمثقف الواحد أو للجماعة هي باتجاه خلق مفاعيل مقاومة العدم على مستوى السيكولوجيا الفردية، ومقاومة الظلم على مستوى الأداء الاجتماعي. مقاومة العدم، نعم، على مستوى، يعني العدميات في الشرق باتت تولد بشكل غريب، يتساوى فيها الأبيض والأسود، الواعي وغير الواعي، الغني والفقير، إشكاليات كبيرة. العدم على مستوى الفرد، النهاية الموت، يعني مجرد أنه يعني الإنسان لديه فكرة بالنهاية يعيش العدم، لكنه الدين والمعنى يجب أن يطغيان على فكرة العدم والنهاية. جميل. لأنه الموت نهاية بيولوجية. ماذا يقصد الأستاذ جمعة عبد الله بقضية الدين؟ يعني أوامر ونواهي وحكايات وأخلاقيات وسياسة، أم الدين هذه الفطرة التي لا تحتاج إلى وصاية وحماية؟ النهر يسير من وحده، لا أحد يعلم النهر كيف تسير. عدنا تدفق المجاز. الدين أولا في أحد أهم مستوياته هو الوحي، الوحي، العلاقة مع الله. ومستوياته الأخرى التنظيم الاجتماعي. طيب، ما فشلنا فيه هو التنظيم الاجتماعي. فقضية التأويل، التنزيل والتأويل والتفسير، لدرجة كبيرة جيل من الصحابة نجحوا في ذلك في تلك المهمة، ثم تولى الجيل الآخر قضية التنظيم الاجتماعي وفشلنا فيها لحد الآن. قد ذكرت قضية الوحي وقضية التأويل. أحدهم يقول: نحن لسنا أكثر من كائنات مؤولة بامتياز، أنت لا تعرف من أنت، أنت تؤول نفسك ظنا وتأويلا، بالتالي قضية معرفة نقطة ارتكاز الوعي في قضية الوحي والنص هي مرتبطة بوعي الإنسان. لماذا أخذ هذا الدور المثقف الديني فقط؟ كان القضية بعيدة عن المثقف النفسي، بعيدة عن المثقف الأنثروبولوجي إلى آخر أشكال المثقفين. ولهذا السبب وقعنا في أفخاخ الفشل لحد الآن. هذه تؤذي الأستاذ جمعة عبد الله؟ إلى درجة كبيرة. مؤذية؟ نعم، لأنه هي حرف للمسار، وهي ضياع للجهود، وهي أصلا في الموضوع
تعطيل اكتشاف الإنسان. أها جميل. تعطيل اكتشاف الإنسان. نعم. مو الإنسان الديني. لا هو الإنسان الإنسان بمطلق الإنسان. بمطلق الإنسان. بمطلق الإنسان. لكنه الحضارة العربية الإسلامية كافحت وقدمت واشتغلت على مناطق مختلفة من الوعي وكانت بالفعل قادرة على صياغة حداثتها الخاصة. حداثتها الخاصة. نعم بالضبط. هذه تحسب لك. نعم. وهذا نقف له يعني نعم. دقيق كما يقال. نعم. سواء أن الكلام أنت تريد أن تقول الإنسان كإنسان أعلى قيمة من أن يدرج ويمزج بالهويات. الحديث عن الحضارة العربية الإسلامية يجرنا إلى القيمة التالية. أن الأغريق بدأوا بالطبيعة فاكتشفوا الإنسان بسهولة. فيما العرب المسلمون اكتشفوا بدأوا بالإنسان فأضاعوا الطبيعة وأضاعوا الإنسان أيضا. وعليه فإن العلم الطبيعي لعب أدوارا حاسمة في موضوع تقرير مصائر الإنسان. صحيح العلموية وأزمة العلم وأزمة الأسس وأزمة الرياضيات كلها وحتى الآن أزمات الغرب. الغرب في أزمة حقيقية لأنه الغرب في أزمة في حقيقية. لا يعني العالم كله يحاول أن يطلب، ليس العالم كله، أينما حصل زلزال فكري أو زلزال سياسي أو زلزال لغوي تجد الرجال يذهبون إلى الغرب ليحظوا بهوية معينة وانتماء معين. الغرب بالمعايير الإلهية المنزلة معايير القرآن هو حلم الأنبياء. العدل، الإنسان أولاً، مصفوفة الاستقرار، مصفوفة الوعي، مصفوفة كل شيء في مكانه، سوى أن ظاهرة الاستعمارية والإباحة الجنسية هي من أودى التجربة الغربية. بالمناسبة الحديث داخل الغرب عن هاتين المشكلتين أيضا قائم أكثر من ما هو في الشرق، لكنه التجربة الغربية الآن في موقع مراجعة لأساسياتها الكبرى اللي هي المعنى، قضية المعنى. 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 هذا القضية الكبرى. الكبرى. وكان المعنى قد أشار إلى ماكس فيبر أكثر من كارل ماركس. كارل ماركس لديه نظرية حتمية في الصراع الطبقي وعلاقات الإنتاج، ويعتقد أن هذه الحتمية كافية الداروينية يعني. بينما ماكس فيبر مسيحي قال لا، سوف يصطدم الغرب بالمعنى بعد أن يسود العلم وبعد أن تسود العقلانية. تصبح الحقيقة باردة. بالضبط هكذا. أنت لست من الفلاسفة أو المفكرين الذين يعشقون الأفكار الباردة. ابدا ابدا. انت ساخن دائما جماعة عبد الله. لدينا سخونه في الامام علي، سخونه في وحي توحيدي. جميل. سخونه في المتصوفه، سخونه في هذا الهرم اللي اسمه محي الدين بن عربي. انت دائما متوهج. الكاتب العراقي جماعة عبد الله يعني يقال المثقف العربي اكثر ثقافه ووعيا وتفكيكا من مجتمعه. هذه الازمه. ازمه. الازمه هنا. ازمه جماعة عبد الله. لا ازمتنا جميعا. طيب. انه المثقف العربي اكثر حداثه من دولته. واكثر حداثه من مجتمعه. هذا التطور، هذا التقدم على المجتمع والدوله يخلق فرصه كبيره في الاداء، يعني يفشل او يحد من اداء المثقف، لانه الدوله مالته اقل ثقافه منه والمجتمع اقل ثقافه وهو متقدم عليهما، فيصبح مكروه. المجتمع المثقف مكروه. مكروه من طبقة. المجتمعات لا تعشق المثقفين ابدا، هي تتصالح معهم. نعم. تجاملهم. المثقف هنا مكروه من طبقته ومن الطبقة التي يناهضها. وهو دائما يعني في بالمناسبة الدراما العربية تظهر المثقف جبان وضعيف ووسخ وغير قادر على ارضاء زوجته. هاي نظرة العرب للثقافة المثقف. ويقولون باشفاق العرب، باشفاق فلان حد ادركته حرفة الادب. عندما يقال فلان ادركته حرفة الادب معناته اشفقوا عليه، انه هذا وقع في الفخ، فخ الادب والثقافه والمعرفه. والمساجلات ابو حيان التوحيدي كانت بهذا الاتجاه مع مسكوي. لان مسكوي كان مثقف، بس مثقف شنو؟ جميل ووسيم ومعطر. هذا وسخ ابو حيان التوحيدي ودميم. وكانت النساء تعشق مسكوي ما تعشق التوحيدي. وكان يغار كثيرا من مسكوي، هم اصدقاء. فكان يعبر عن نفسه توحيدي بهذه الالفاظ على انه هذه الدنيا ظلم وعدوان، بينما صاحبه المسكوي كان عبء عن هذه الدنيا باعتباره. طيب جميل. نعم. جميل. الخطاب الثقافي نصدق اي خطاب؟ الخطاب الذي يضع الانسان معيارا للحقيقه. الانسان. نعم مو الفكره. لانه الايديولوجيات فتكت بنا. الايديولوجيات فتكت بالثقافه والمثقف. ماذا يقصد الاستاذ جمعة عبد الله بالايديولوجيات؟ الافكار المسبقه المعده لتفسير العالم. يعني يقدم كارل ماركس نظريه للعالم، يعني العالم كله موجود فيها في لغته. حتميات ماركسيه، حتميات فرويديه، قوميه، حتميات دارونيه، حتميات قوميه، ثم حتميات اسلاميه الان بالجديد. كل حتميه هي ضد الانسان.
ايديولوجيا، كل حتمية. يولد الإنسان بقومية دينية، سواء كانت مسيحية، يهودية، زرادشتية، إسلامية، يولد بهذه القومية، ثم يدافع عن قوميته بشكل رهيب جدا، وكأن هذه القومية الدينية هي الحقيقة الكبرى لكل القوميات، وهي إشكالية عند جماعة عبد الله. قيمة الغرب تجاوز هذه الحكمية، تجاوز هذا النمط من التربية. بعد الفاشية والنازية والستالينية، الغرب وقع بالضبط مشكلة قضية التربية ودورها في صنع وطن قليل الخبل، قليل الجنون. لأنه الخبل الماركسي على الخبل النازي على الخبل الفاشي أورث الغرب ذاكرة صعبة جدا، وبالتالي التفتوا كثيرا، لأن التربية بهذا السن جدا ضرورية. الآن في ألمانيا فقرة ثابتة كي لا ننسى، يعني كيف صعد هتلر وكيف وصل إلى استدة الحكم عن طريق الديمقراطية. الغرب يراجع، الغرب يعيش الأزمة بالأزمة ويعيش الأزمة بالتجاوز، ونحن في سكون، فضيلتنا الكبرى أن ننقد الغرب ولا نستطيع أن ننقد التجربة أو التراث العربي الإسلامي. أعتقد أن الجناحين اللذين يمكن أن يطير بهم الكائن الإسلامي العربي هما نقد التجربة الغربية بموازات نقد التجربة الإسلامية. البعض يعتقد حينما يفكك التجربة الغربية أنه بذلك أرض السماء، كان متدينا لأنه ليس منتميا لفظيا إلى تلك الجماعات، لكنه في سلوكه هو في قمة الانتاء إلى تلك المعابد، تلك الجماعات، تلك الأيديولوجيات. هذه الأوهام التي ورثتنا هذه العقد، هذه الأوهام التي ورثتنا ضعف وهامشية حضارية. حتى المثقف، المثقف هنا المشكلة، هناك نوعان المثقفين. النوع الأول الذي يكتفي بترداد مناقبيات الحضارة العربية الإسلامية ويخفي عن الغرب، والآخر يعتبر الحضارة العربية الإسلامية لا شيء ويمجد الغرب. هذه الثنائية أودت بالثقافة العربية الإسلامية إلى الكساد والعطالة والعطل عن رؤية الآخر. لأنه شوف الثقافات الآسيوية الناجحة، الثقافة الهندية، الثقافة اليابانية، الثقافة الصينية، كلها رأت الياباني يقف تلميذا بسيطا أمام الغرب. الياباني تلميذ بسيط يقف، بينما المثقف العربي أو المدير العربي أو المدير العام العربي يقف نرجسيا بلا حول ولا قوة، وبعد ذلك ينشئ تجربة ضعيفة جدا مهشة على مستوى الجيوش، على مستوى التعليم، على مستوى الثورة الصناعية. الياباني والميجا اليابانية 180 سنة في العزلة. مثلا خذ عندك نموذج الثورة الفرنسية، نعم، حقوق الإنسان، عقد اجتماعي، جان جاك روسو، إلى آخر العقول والأدمغة التي غيرت مسار شعوب، نعم، ثم صدرت أفكار معينة. لماذا العالم منجذب بشكل وبآخر بثقافة فرنسية تحميها علمانية حديثة، ثقافة أوروبية تحميها أنسنة معاصرة، وربما هو منزعج جدا من ثقافة أصولوية تحاول أن تجعل هذا الدماغ الوحيد الذي يقرر الحقيقة. الدماغ أو العقل الأوروبي إلى درجة كبيرة أمسك بزمام الحقيقة وهي الإنسان. يعني الإنسان كوحدة قياس. في الحضارة العربية الإسلامية القرآن الكريم كنص قطعي النزول ظني دلالة يحوي على هذه الأنسنة بقوة بتقدير شخصي. السيرة العقلائية، السيرة الخلفاء الراشدية تحوي هذا المعنى. لكن المشكلة جاءت بعد ذلك في مشكلة السياسة والشورى ومن يحكم ومن لا يحكم. وعندما رفع الغزنويون أعتقد أو الخليفة القادر عندما رفع كتاب الاعتقاد القادري وقال هذا نص، هذا دين الدولة الرسمي، هنا وقعنا في الفخ وما زلنا فيه حتى الآن. تصور العالم من خلال العقل الطائفي هو تصور قاصر جدا، ولا يستطيع بناء دولة حديثة، لا يستطيع بناء مجتمع حديث. فتخلفنا عن الحداثة وأصبحنا أيتام للحداثة، وبالتالي أصبحت قيمة المثقف العراقي أو العربي أن يحفظ مصطلحات الحداثة الغربية وفقط. جميل. من دون أن تكون له القدرة على صنع حداثته، على تمثل هذه الحداثة وعلى إنتاجها. ما حدث لدى اليابانيين تمثل الحضارة الغربية وعلى إنتاجها، وكذلك الهنود، وكذلك الصينيون اليوم، وكذلك الصينيين. الصينيون اليوم يسابقون الغرب بأدواته، فيما العرب المسلمون واقفون عند حدود التأويل وعند حدود مرتكب الكبيرة حتى اللحظة. جميل. اليوم يحاول البعض أن يقول هذا الكائن المسمى مثقفا هو كائن يعيش في عطالة،
ولا ينتج، يعني هو معني بكل الحروب والأزمات التي تكون في العالم، ويفترض أن يكون هو الكائن المزعج للأغبياء، المزعج للخطابات المهيمنة السائدة، وهو الكائن المعني بشكل وبآخر بإنتاج الوعي، هو الكائن الأكثر أزمة ويعيش أزمة مع جمهوره بابتعاده بغربته بتنصله. المثقف حامل مشعل المستقبل. آه، يتنبأ بالمستقبل. المستقبل، والمثقف يجب أن يشاكس الموجود السائد العرف. وعلى المثقف أيضا هنا، وهذه كلمة على المثقف، هذه حتمية وظيفية أخلاقية. هناك حديث معياري عن المثقف وحديث إجرائي. الحديث المعياري أن دور المثقفين يتحدد بالضبط في النقطة التي يعجز فيها المجتمع عن الوصول إلى خلاصات تخص عقده الاجتماعي. يدخل المثقف هنا لتفكيك الظواهر، لتفكيك الشفرات، للدخول على خط المعنى. يكرهون المثقف لأنه جاء بهرمسية وتفكيكية وبنيوية، وجاء بمنتج غربي وحاول استحضار قدرات النص واختباءاته المعنية، وبالتالي يقول ثمة اختباءات، ثمة عدم استقرار. هذه ورطة أدخل الجمهور فيها المثقف. لكن الفرنسيين في أعقاب الثورة الفرنسية وصعود الطبقة البرجوازية وجدوا أن أكثر الألسن فصاحة هو المثقف. في التعبير عن الثورة الفرنسية، والطبقة البرجوازية الفرنسية عندما بحثت عن سند وعن قوة وعن صوت وجدتها في المثقف. لكنه في المجتمع العربي الإسلامي وبالنظر للانغلاق اللاهوتي فيه، يصبح المثقف خاصة المثقف الحديث عبارة عن أزمة، عبارة عن مشكلة، وبالتالي يصبح من الضروري إسكاته. وقد ابتلعت الأيديولوجيا هذا المثقف منذ بدايات العصر الحديث. ابتلعته الأيديولوجيا. عندنا مثقف العراقي، مثقف العراقي شيوعي بالتعريف، وهو أديب يعني شاعر مثلا أو قاص لا علاقة له بالفلسفة، ثم قومي عربي، ثم الآن إسلامي. الأيديولوجيا الفخ الأكبر في حياتنا. الأيديولوجيا هي المصيدة. المصيدة وهي الفخ. وعندما يلزغ مثقف هنا، نذكر بامتياز على الوردي على سبيل المثال. على الوردي وجيل من المثقفين، هؤلاء مستقلون وأدركوا الانتقال في العراق من الدولة إلى الأمة أو الرابط، لأنه خرج من فخ الأيديولوجيا. جواد علي، مصطفى جواد، علي الوردي، طه باقر، بشير اللوس. بشير اللوس عالم طيور، كتب مجلدات ثلاثة عن الطيور العراقية. تصور إنسان في هذه الفترة في الخمسينات يكتب 3 مجلدات عن الطيور العراقية. جميل. هذا الرعيل، رعيل المثقفين العراقيين الأوائل، ليسوا منمذجين بالأيديولوجيا، فخرجوا من أسرار الأيديولوجيا إلى رحاب الأمة، فكتبوا طه باقر ما حد ينكر، على الوردي ما حد ينكر بلا شك، جواد علي أثر بجيله، ولكن ثمة قمع لاحق مثلا المرحوم الوردي. نعم. ثمة خطاب ديني حاول أن يوقف مد الثقافة عند علي الوردي. 3 يدخلون النار، الزاني والسارق والوردي. يعني بالتالي ما قدمه الوردي يزعج خطاب معين. هل يمكن أن تعقد مصالحة بين الثقافة والديني؟ هل يمكن أن يصبح الديني مثقفا والعكس؟ المسلمون هم الأمة الوحيدة التي ولدت من بين دفتي كتاب. جميل. المسيحيون واليهود والديانات غير الوضعية، هؤلاء ولدوا من المجتمع، من الاجتماع الإنساني. والحديث عن المسيحية باعتبارها الدين، دين الخروج عن الدين. العلمانية. طيب. العلمانية هي خصيصة مسيحية، والمسلمون خصيصتهم الكبرى هي ارتباط الوحي بالغيب بالشهادة. وهذا الارتباط يترجم كما ترجمه علي بالدرجة الأولى إلى علاقة وطيدة بين التوحيد والعدل. التوحيد فوق والعدل تحت. وهذه التجربة تجربة هائلة المعنى، تنطوي على إمكانات هائلة. وأعتقد أن البشرية الآن، يعني الغرب، ومن دون نرجسية ومن دون ادعاء، بحاجة إلى إعادة هضم القيم العربية الإسلامية. على أن العرب المسلمين لم يهضموها جيدا. لم يهضموها جيدا؟ نعم بالتأكيد. هذه ثقافة الجوع، وثقافة عبادة الشخصية، وثقافة الطاعة، هذه ثقافة عربية إسلامية تمحورت وتمركزت ووصلت إلى اللب، إلى المخ. لماذا البعض يقول الفكر العربي تحديدا هو المقبرة الكبيرة للتنوير والحداثة لأنه مسيج بعقل أصولوي؟ طيب، فلنتساءل أنا وإياك عن معنى المشروع التنويري. المشروع التنويري هل هو بناء نظري أو يعني نظرية فلسفية متكاملة؟ هل هو جهد إنساني
في الإنتاج والتأصيل الطبقي كل ذلك كل ذلك. لكن العرب أمة تخلفت عن الحداثة أكثر كل الأمم الأخرى، ويشار بالصدق إلى الاستثناء العربي. الحديث عن الاستثناء العربي حقيقي، استثناء من قضية الديمقراطية، استثناء من إنشاء الدولة الحديثة، إنشاء من نظرية حقوق الإنسان، إنشاء من نظرية القوة الصناعية. العرب تخلفوا والمسلمون تخلفوا. يعني المثقف المعني ليس معنيا بإنتاج حقيقة، لأنه سوف يصد بعقل ديني سواء كان أصولوي تراثي سلفي إلى آخر القائمة. يعني لم نجد علمانيا كفر علمانيا، لم نسمع علمانيا كفر علمانيا. لا أختلف، لا أختلف معك. جميل، دكال. أنا أختلف معك، هذا رد شبهة. نعم. أنا يعني ناقل. نعم. الكفر ليس بكافر. العلمانيون كفروا بعضهم وما يزالوا، ما زال، والتكفير ألصق بالعلمانيين ربما من الإسلاميين ربما في بعض الأحضار. ولديك الفكر القومي وتكفيرات الماركسيين، ولديك الماركسيون وتكفيراتهم البعض من البعض. الماركسيون انشقوا على أساس قومي وعلى أساس عرقي وعلى أساس إثني، والتكفير بين القوى العلمانية على شده حتى الآن. لأنه البيئة تنتج الخطاب. لكن على مستوى العرب على المسرح العربي، من لوث الإجابات؟ من لو يعني نجيب محفوظ لوث الإجابات مثلا؟ أبداً. فرج فودن لوث، أبو زيد في تأويله. يعني الإشكالية حصلت حينما العقل العربي يحاول أن يخرج من لغة الجماعة. بس نقف عند فرج فودة قليلا. كان استفزازيا جدا. يعني لم يكن معرفيا ولا علمانيا معقولا، كان استفزازيا، وكان يستخدم لغة جدا صعبة، وهو خارج السياق هذا يعني للأسف. لكن باقي السياق مختلف، على أن الفكر العربي الآن في مشاريع الكبرى لم يلامس حتى هذه اللحظة أسس حداثة عربية إسلامية ممكنة. ما هي أسس هذه الأسس؟ أول أسس هو نقد الحداثة الغربية بعمق وتمعن وتبصر، والأسس الثاني أو الجناح الثاني هو نقد التجربة العربية الإسلامية من الخلافة الراشدة حتى اليوم. من دون نقد هاتين التجربتين بنفس القوة بنفس السياق بنفس الأساس لن نحصل على نتيجة. العقل العربي خلط ما بين يعني لم ينزع القداسة عن النصوص وعن الإجابات وعن التراث، هكذا البعض يتهم العقل العربي. لذلك يقول العقل العربي متهم أنه محرض رائع على تبني الإجابات النهائية، لأن أي خرق للإجابات النهائية يعني تلوث جديد على المسرح العربي، وهذا مضيعة للهوية، استقرار الإنسان، الطمأنينة النفسية، الآخرة إلى آخر القائمة. إذا اتفقنا على تعريف صحيح؟ نعم، بالمعنى العام. إذا اتفقنا على تعريف إجرائي للعقل العربي، هو منفي داخل لغته، منفي داخل لغة التدوين، منفي داخل لغة الأيديولوجيا، منفي داخل لغة التقديس فعلا يعني. لكن هذا العقل اليوم يبحث عن الخروج من هذا الأثر، وهذه المحاولات على السنية، على الاجتماع، على الحداثة، كلها محاولات ترمي إلى كسر الطرق وإعادة النظر إلى المشكلة باعتبارها أو بعدها قصوراً إنسانياً عن إدراك الحقيقة. المثقف مقصر أم غير مقصر؟ يعني حينما يحاول أن يستنسخ تجربته ويلصق تجربته بتجربة داريدا، غادامير، آخر كل الفلاسفة الأوروبيين، يعني يأتي بنسخة أوروبية عابرة فلا يقرأ، يقال يا ويل للقراء من الكتاب الذين لا يقرؤون. هو يحاول أن يعيد تجربة. المثقف دائما متهم، دائما متهم، مثل عباس تحت موسى الحلاق. عباس دائما متهم بالجريمة. طيب. المثقف العراقي هو عباسي. جماعة عبد الله متهم، متهم دائما. جماعة عبد الله متهم أكيد دائما في التفاصيل. طبعا أنت بلا تهمة، أنت إنسان رائع جدا. الله يبارك عمرك. أستاذنا والكاتب العراقي جماعة عبد الله، نتمنى أن يطول الحوار معك، حوار معك شاق جدا ومثلا. شكرا جزيلا لك، كل عام وانت بخير. وانت بخير ان شاء الله والكادر جميعا. شكرا جزيلا. الله يحفظكم. شكرا جزيلا لكم على هذه المتابعه في حلقه اليوم من السماء ملاذنا. نسال بامتياز، لماذا نحرق اعواد البخور على الموتى؟ هذا سؤال ثقافي، فالاسئله هي تتضمن اجابات رائعه جدا حينما يكون المعنى هو المقصود في هذه الاسئله. شكرا لكم، تحياتي مؤيد جاسم، ختام الحلقة، نلقاكم في عنوانات ثانية من السماء ملاذنا. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.